السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الإفريقي. الموضوع مش نحكيكم فيه اللي هو أمور فنية في النادي الإفريقي. ثم معناتها سمعنا اللي هيكل تخيل يقول راهو باش ناخذوا جمعة راحة، معناها الجمعة هذه من اليوم حتى اش نقولوا احنا نهار الجمعة الجاي. يا خويا يا هيكل تخيل يا مسؤولين النادي الإفريقي، أنا نراها ومش عارف، نحب نعرف رأي جماهير النادي الإفريقي في الأمر هذايا. معناها الصحيح المنتخب التونسي باش يشارك في كوب دافريك، معناها نرجعوا بقدرة الله، نرجعوا بعد الفترة نتاع في فيفري. معناها 7 أيام راحة، معناها تعرف شو معناها 7 أيام راحة؟ معناها عندك مش تعاود تعمل، اشترى بريباراسيون أخرى، اشترى بريباراسيون أقل شيء أسبوعين. راه أسبوعين معناها يلزمك تعمل فيهم بريباراسيون. في الأسبوعين هذوما معناتها زيد نهار 7 يرجعوا الملاعبية للتدريبات، زيدهم أسبوعين راحة نلقاو رواحنا نهار 21، يعني من نهار 21 الملاعبية وقتها يبداو يتسموا في فورمة العادية. معناها أما عبارة أول الموسم، عبارة بداية الموسم، معناتها أنت كي ترى معناها تحضير من جديد مرة أخرى، معناها نورمال نبقاو في استرسال مسترسلين. إن شاء الله الملاعبية يواصلوا تدريباتهم حتى وحدهم معناها في ساديو سبور، ولا يعملوا فوتينغ ولا حاجة باش يحافظوا على المستوى. راهو اللي تخدموا في الصيف ما يلزمكش تطيحوا في الشتاء، راهو يلزمك ديما تحافظ على الأمور الفيزيك. كان معايا معناها دكاترة في الفيزيك، ناس يفهموا في الفيزيك ولا أساتذة في الفيزيك بتاع السبور معايا من المتابعين متاعي، ماذا بينا ينورونا ويقولونا معناها أمور علمية. اللاعب كرة قدم وقت اللي يعمل راحة أسبوع كامل شنية باش تكون العاقبة متاعها بعدها؟ يا ندرا يعمل بريباراسيون جمعتين، أنا نتفكر كورت قبل البريباراسيون أقل شيء فيزيكمون بعد الراحة يلزم جمعتين فيزيك، وبعد تلقى روحك حاضر باش تنجم تنافس في المقابلات وتنجم. احنا بعد جمعتين نقروا احنا نهار 21 حتىش لنهار 1 فيفري ينهي المنتخب المشاركة الإفريقية. وقتها معناتها ما يبقاو لنا كان 6 أيام على المشاركات الإفريقية في الكوب دافريك، هذيك المقابلة الأولانية، وبعد باش ندخلوا ديريكت مول البلاي اوف. يعني راهو شهر فيفري باش يكون حاسم للنادي الافريقي. ما تجيش انا نعطي راحة من تويكا، راحة في جام في 7 أيام، انا نراها برشا. راجع الامور نتاعك يا الادارة الفنية نتاع النادي الافريقي، ولو ان ما عندناش ادارة فنية، عندنا 2 مدربين مساعدين ان شاء الله يمشيوا على رواحهم في اقرب فرصة. كمال القلسي نعملوا عليك، نعرفوك انت استاذ وقاري قانون كرة القدم وقاري امور علمية في كرة القدم، ماذا بينا ومعاكم برشا طب، راهو معاكم كمال يدير ومعاكم محسن طرابلس يردوا بالكم من الهفوات هذه. لاحظت انا عده اصابات صارت للملاعبيه نتاع النادي الافريقي، كل واحد شاد ليزادكتور نتاعو، معناها هذه ماهاش عاديه. نحبوا امور فيزيكمون النادي الافريقي يكونوا حاضرين، وكان ثم معد بدني ماهوش نتاع الكليب افريكا ينجم يمشي على روحه، مش لازم راهو تخليو لنا اي واحد بالمخذه الخاطر. بالنسبه للمدرب نتاع النادي الافريقي، ها مخذه الخاطر هذه راهي ما تمشيش معانا، راهو ما تمشيش معانا، هذه نهائيا والى الابد موضوع ننهيو منه. راهي النادي الافريقي ما نقبلوش حتى مدرب معناتها باش تجيب لي مدرب خاطر صاحب صابر خليفه ولا خاطر صاحب فلان، هذه انساوها وحطوها في بالكم في سلسله المهملات. النادي الافريقي كما قلنا فوز بالزرتي ان شاء الله على قريب، والا لسعد جرده، هذوما الزوز يبداو حاضرين. او كفيدك الاسبوع هذايا، انت قلت اسبوع راحه، مش مشكل، خذ ركح امورك وجيب لي مدرب ويقيد الامور الكل، واحنا نعاونوه وان شاء الله تنجحوا معناها مع النادي الافريقي. هذا هو المطلوب منكم. راهو لاحظت امور فيزيكمون تاع اللاعبيه تاع النادي الافريقي راهو تعب شوي، وهذا ماهوش مطلوب من النادي الافريقي. بالنسبه كي نسمعوا احنا الاخبار الساره تاع النادي الافريقي اللي حكيت لكم البارح ونسمعوا الامور الباهيه هذيك الكل، ما نجم كان نقول يا مسؤولين النادي الافريقي يا خويا ارفعوا لنا منع تاع الانتدابات، بما ان النادي الافريقي في السكه الصحيحه، بما ان قاعدين نعملوا في عده اشياء باهيه، راهو ما تخليها الناس للانتخابات الجايه. يا يوسف العلمي ولا غيرك، ما نحبوش للانتخابات الجايه نتاع الصيف تجيونا تقولوا لنا اي او حاليا باش معناتها نرفعوا المنع نتاع الانتدابات، وراهو ما ثمش شكون قدم المطلب نتاعو للترشح للانتخابات في النادي الافريقي، وراهو باش نواصلوا احنا كهيئه تسييريه. يا خويا تحبوا ننتخبوكم، ارفع لي المنع نتاع الانتدابات وقوم لي بعض الانتدابات حاليا في الشتاء، خاطر احنا ناقصين بعض الملاعبيه. راهو ثم ملاعبيه ممتازين وثم جماهير نادي افريقي يعرفوهم، ما تنساش تعمل لابوني وتعمل لك الجيم، تبدا تفرج فيه تعمل الجيم هذيك باش ننتشروا.
هذيك نقولها نضحك على خاطر بكل لطف. بالنسبة للملاعبية خويا راهو عندنا بعض الملاعبية نجمو نتدبوهم. الخضراوي هذا سميته وين الخضراوي ريته وين هما يسجل الكلوب سجل عدة فرق مريقل مسجل أهداف ما سميتش جويني خاطر نعرف بالوقت نعرفوا جويني رزين وكان جاي معناتها ملاعب كبير راهو بقى في الترجي الترجي بيدو ما خلوهوش دونك هذايا نحطوه على جنب ونحكي ديريكتومو للهدف الهدف اللي هو معناتها الخضراوي آية مالك معناها شوقي بن خضر اللي سميناه في عدة مناسبات شوقي بن خضر هذا الملاعب راهو ممتاز قلب دفاع ممتاز راهو غير شنية ماهوش قاعد يذكر برشا تراوري قلب هجوم الاتحاد المونستيري تجيبه لنا الانتدابات راهو شرط شرط من الشروط باش النادي الافريقي معناتها نواصلوا معناها في الهيمنه نتاعنا معناها احنا مازلنا ما بديناش احنا تويك متواجدين من الفرق الكبيره في افريقيا مشاركين في الكاف قريب نترشحوا لدور ربع النهائي في البطوله متواجدين في الـ في الـ في البلاي اوف معناتها البنيه التحتيه نتاع النادي الافريقي من احسن ما ثم من احسن الباركوات الموجودين في افريقيا بعد الاهلي المصري جي احسن بارك هو بارك لوكلوب افريكان معناها باش حطوا في بالكم ثاني احسن بارك في افريقيا يعني هذه حاجه تشرف النادي الافريقي وحاجه تسر النادي الافريقي ولكن زاد نحبوا النتائج الرياضيه تتبع نحبوا رواحنا نفوزوا بالالقاب نحبوا النادي الافريقي من حسن الى احسن هذا ما يتم كان الا ما يكون معناتها النتائج موجوده والانتدابات موجوده الميركاتو راهو تحل يا يوسف العلمي الميركاتو تحل انا انت ما خسرت حتى شيء تنجم تفرحنا تنجم تفرح جماهير النادي الافريقي بميركاتو كبير ياسر حاجتنا ميركاتو احنا تويك الميركاتو لازم يصير وخويا تفضل او قدامك اعمل لنا ميركاتو خلينا نفرح وخلي الناس كل تفرح اعمل لنا بعض الانتدابات خاطر لاحظنا في الدفاع عندنا ضعف كبير ياسر في الدفاع حتى كان مش ضعف كبير ضعف نسبي المهم عندنا ضعف في الدفاع قلب الهجوم لازمنا قلب هجوم بتاع الاتحاد المونستيري قبل ما يلقفوه فرق اخرى معناتها سميت لكم الملاعبيه هذا من الخضراوي طفل ملاعبي سميناكم ايت مالك كوارجي بن خضر كيف كيف ثم تحطهم في الكلوب افريكان نزيدو نقويو علاش ياخذوهم فرق اخرى ويقويوهم خلينا احنا نقويو انا قاعد نعطيكم في السينيار ثم بعض الملاعبيه ان شاء الله تنددبوهم وختاما نقول لكم ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي الميركاتو ولا شيء غير الميركاتو باش النادي الافريقي ترسي الى بر الامان باتم معنى الكلمه وباش نتحصلوا على البطولات والالقاب والسلام عليكم وفيفا فرزة السيارة.